متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. فيديو النهاردة بيجاوب على سؤال أحد المتابعين، وهو عمل لوجو باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام كانفا. ولكن قبل ما استخدم كانفا في عمل لوجو بالذكاء الاصطناعي، هقولك على طريقة تانية أيضا ممكن أنت تعمل بيها لوجو بالذكاء الاصطناعي. لكن قبل أي شيء، علشان تقدر انك انت تحصل على وصف لوجو بالذكاء الاصطناعي، انا انصحك ان انت تروح لشات جي بي تي وتقول له يديك الديسكريبشن الخاص باللوجو اللي انت عايزه، تبقى عند الوصف اللي انت عايزه. دلوقتي انا هبتدي باول طريقه، وهي استخدام كوبايلوت او استخدام ديزاينر من بينج علشان ننشئ لوجو باستخدام الذكاء الاصطناعي. كل اللي عليك ان انت يكون لك اكاونت على مايكروسوفت، هتبتدي تعمل ساين ان بي وهتخش بالشكل اللي انت هتلاقيه قدامك. النهاردة هستخدم الموبايل عشان اشرح الفيديو. بعد ما اعمل ساين ان بحسابي على مايكروسوفت، هبتدي ان هنا اكتب الوصف الخاص باللوجو بتاعي زي ما انتم شايفين. اللوجو ده خاص بماركتنج ايجنسي او شركة خاصة بالتسويق. هبتدي ان انا اقول له مثلا حرف بيعبر عن الشركة مثلا بتاعتي، زي ما انتم شايفين ده عبارة عن ديسكريبشن او وصف جبته بشات جي بي تي. بعد كده هبتدي ان انا اقول له كرييت، وتعالوا نبص على اللوجو اللي انت ممكن تحصل عليه من كوبايلوت. ده امثله على اللوجو اللي انت ممكن تحصل عليها من كوبايلوت. هفترض ان اللوجو ده هو اكتر لوجو عجبني، وعايزه ان انا اخد اللوجو ده اشيل الباك جراوند بحرف الام زي ما احنا شايفين، وممكن السهم يكون بيشير الى الصعود، وهبتدي ان انا اعمل داونلود، وممكن اخده على اي ابلكيشن بيشيل الباك جراوند واشيله، او من خلال كانفا لو انت عندك حساب كانفا برو بشكل مجاني ممكن تشيل الباك جراوند. تعال نروح بقى الكانفا مباشره علشان نعمل اللوجو زي ما طلب مني احد المتابعين على القناه في تعليق على احدى الفيديوهات. بعد كده هبتدي اروح لابلكيشن اسمه لوجو ميكر، يعني انت هتروح تكتب كده في السيرش لوجو ميكر. هيظهر عندك عدة applications، هتختار أول واحد اللي هو logo maker وتقول use in new design، وتبتدي تختار الأبعاد اللي أنا هختارها اللوجو 500 في 500 بيكسل عشان تكون دي أبعاد اللوجو بتاعي. هيبتدي يفتح الابلكيشن الخاص باللوجو ميكر، سهل جدا. هتبتدي ان انت تحط الديسكرايب اللوجو اللي انت عايزه، بيديك شوية كده نصايح، خلي الوصف يحتوي على كلمات خاصة objects, color shapes، الأشكال اللي انت عايزها أو الشكل اللي انت عايزه الخاص باللوجو، الألوان. أنا هبتدي أحط A logo for marketing agency include M in capital letter with black with blue color, a blue and white color. هنا بس هقول له اسنج اللوجو عشان ما يدينيش اكتر من واحد. المهم ان انت يكون عندك اللوجو او وصف اللوجو بيحتوي على الحاجة اللي انت عايزها، وبتكتبها بطريقة سيمبل جدا داخل كانفا زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين هيقول لي اللوجو ميكر يعني بشكل ناجح تم انتاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هقف عليه بالمنظر ده، وممكن اروح لإفكت وممكن اشيل الباك جراوند لو انا حابة، وابتدي ان انا احطه كده يبقى في النص بالمنظر ده كده. طبعا دي حاجة بسيطة انا طلبت وصفها، انت بقى ممكن انت تحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما تحصل على اللوجو اللي انت عايزه. ودي طريقة لعمل لوجو باستخدام الاي اي داخل كانفا. وزي ما احنا شفنا كمان بينج او ايمج كرييتور عطاك نتيجة، من وجهة نظري نتيجة افضل، لان انا ممكن اخد النتيجة الكويسة دي
اللي جايه من الايمج كرييتور او من ديزاينر، واللي عملتها بالكوبايلوت، واقدر ان انا اخدها واشيل الباك جراوند من على كانفا لو انا في البرو بلان، فدي حاجه راجعه لك، او باي ابلكيشن فور فري تشيل منه الباك جراوند. وفي الاخر خالص بتحمله كبي ان جي مثلا على سبيل المثال، وهنا بيكون اللوجو 500 في 500، ممكن تحطه كباك جراوند لو دوست هنا على الثلاث نقط دول، وتقول له set image as background بالمنظر ده كده، وتبتدي ان انت تحمله. ده بالنسبه لي عمل لوجو بالذكاء الاصطناعي. في ابلكيشنز كتير بتعمل نفس الموضوع، وده يعتبر اجابه على السؤال الخاص بعمل الاي اي باستخدام كانفا، وانا فضلت ان انا ابتدي بالديزاينر، لان كوبايلوت زي ما احنا شايفين بامر بسيط جدا جبته من شات جي بي تي عملت لوجو انا شايفاه كمان افضل من هذا اللوجو المعمول بكانفا. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده على قناه كل يوم موقع جديد. زي بقول لك في نهايه كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.